السلام عليكم ومرحبا بكم، معكم محمد مستشار. في الفيديو غادي نشوفوا واحد الاداه اللي كتخليك تعرف واش الحاسوب ديالك متوافق مع ويندوز 11 او لا. كيعطيك شنو هو الخلل فين كاين ولا شنو هو الحاجه اللي ناقصك باش يكون عندك ويندوز 11. اول حاجه كنمشي بارامتر، من بعد كنشوف هنا ويندوز ابديت، من بعد ما كنمشي هنايا كنكون درت لي ميساجور داكشي. هنا كيعطيني اكشيالمون سو بي سي طا 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 بلي ما متوافقش. هنا كتقول ليه اعطيني واحد البيلون الصحه ديال الحاسوب ديالي، كنكليك هنا هي باش كيعطيني هذاك لوجيسيال اللي كيدير ليا التيست. كندير هنايا فواغ لا كونفيغوراسيون مينيمال، هنايا كنشوف الواتش طالع عليها كونفيغوراسيون مينيمال، وهنايا كندير تيليشارجي لابليكاسيون كونترول انتغري، كندير انغوجيستري فيها غير 13 ميجا ماشي بزاف، كليكي كيعطيك هاد الانترفاس هادي. هنا كيعطيك معلومات ديال الحاسوب ديالك، كيعطيك بزاف د الحوايج اللي ما غتكونش عارفهم عليه. هنا البريزونطاسيون غندير هنا فيريفي مانتون، هنا عطاني شنو هو الخلل اللي كاين بالنسبه لهذا الحاسوب اللي خدام به. هذا ما يمكنش نانستالي فيه ويندوز 11 باريحيه، اشنو المشكل؟ هنا البروسيسور كيف شفنا، وهنا تي بي ام 2.0 وكي يقيدك هو الا كان شي مشكل ولا. هنا كيف كنشوفو اون سافوار بليس كتعرف شنو كاين، وهنا كيعطيك عاوتاني لتحت شنو كاين، لا رام مزيانه، لا طاي ديال ديسك ديال مزيانه، البروسيسور دو كور مزيانه. هاد الطريقه بالنسبه لي الا بغيتي تانستاليه من ميزاجور هنا ويندوز ابديت الا بغيتي تانستاليه من هنا. اما الا بي سي ديالك ما كانش متوافق وبغيتي تانستاليه محتاج ليه بغيتي ويندوز 11، غادي تيليشارجي الفيشي ايزو وتانستاليه، ولكن ما غاديش يكون داك الشيء هو هذاك. كيف قلت هاد اللوجيسيال هذا كيعطيك داك الشيء اكزاكت، تقدر تكون خدام به ويتقال لك من واحد الجهه يعطيك الميساج ديرور الى اخره، حيت كاين بزاف ديال الحوايج مطورين في ويندوز 11. واللي اول مره كيشوف لي فيديو ديالي دير ابوني لاشين وبارطاجي الفيديو، وما تنساوش غادي يكونوا فيديوهات كثار بزاف بزاف على ويندوز 11، كيفاش نانستاليه، كيفاش نخدم به، كيفاش بزاف ديال لي زاسيوس عليه. والسلام عليكم، تهلاو.